السلام عليكم. ان شاء الله نشرح مع بعض كورس جافا سكريبت. الجافا سكريبت هي سكريبتنج لانجويج تستخدم في الكلاينت سايد. الجافا سكريبت منها فريم وركس كتير ولايبريز كتير زي الجي كويري والاجاكس، ومنها فريم وركس زي الفيو جي اس والنو جي اس وغيرها كتير، وانجلر ورياكت نيتيف ورياكت جي اس. طيب، اول حاجه في الجافا سكريبت احنا بنكتبها ككلاينت سايد، فهي بتتكتب جوه كود الاتش تي ام ال. لها طريقتين، يا اما تكتب في فايل HTML او بتكتب في فايل منفصل وبنستدعيها في ال HTML. فاول حاجه احنا نبدا نعمل فايل جديد، هنستخدم برنامج السبلايم بتاعنا عادي، وهنبدا نعمل فايل وهنسميه printing.html. اوكي، في مكانين نكتب فيهم الكود الجافا سكريبت بتاعي، اما داخل الهيد هنا او في اخر البادي. طيب هنعرف بعد كده قدام ايه الفرق بين الاثنين. طيب عشان اكتب كود جافا سكريبت، اول حاجه بكتب تاج سكريبت وبياخد تايب بيساوي تكست سلاش جافا سكريبت، وابدا اكتب كود الجافا سكريبت بتاعي في المكان ده. اول حاجه هناخدها في الجافا سكريبت ازاي نبرنت حاجه في الفايل بتاعي، ازاي نبرنت نعمل برنت لجمله عندي. اول حاجه عشان في عندي مكانين للبرنتنج، في مكان في الدوكيمنت نفسه ال HTML من خلال document.write، وابدأ اطبع هنا اللي انا عايزه وليكن hello world. كليك يمين open in browser. اوكي، document.write معناها طبع في الدوكيمنت نفسه اللي هو في الفايل بتاعي hello world. تمام، ممكن نكتب في document.write اي كود html انا عايزه. يعني انا عايز اعمل break document.write tag break بتاع ال html، وبعدين هطبع جملة كمان write my name is علي. اوكي، كنترول اس بسيف، وبعدين باجي هنا اعمل ريفرش، فطبع هالو وورلد، وبعدين نزل سطر ببريك، وبعدين طبع ماي نيم از علي. دي اول حاجه في البرينتنج. في عندي طريقه كمان للبرينتنج وهي الكونسول. الكونسول ده لو انا جيت هنا في البراوزر كليك يمين انسبكت او انسبكت اليمنت، وبروح على تاب بتاعت الكونسول. اليمنتس دي هي كل الحاجات اللي موجوده في البيج، كل التاجز اللي موجوده في البيج. عندي هيد وعندي بودي وعندي هالو وورلد وبريك وبعدين ماي نيم از علي اللي احنا كتبناهم في الجافا سكريبت من دوكيمنت دوت تراي. هي ترجمه هالو وورلد وبعدين ادي البريك وبعدين ماي نيم از علي. انا ممكن اطبع هنا في الكونسول ده، الكونسول ده برضو زي الدوكيمنت دوت تراي بس بيطبع في الكونسول تحت. اوكي، كونسول لوج، بنحط كونسول وبعدين دوت لوج، ونفتح قوسين. نخلي بالنا يا جماعه ان الجافا سكريبت هي لغة كيس سنسيتيف، معناها حساسة للحروف. يعني لو حرف سمول لازم اكتبه سمول، لو حرف كابيتال اكتبه كابيتال. دوكيمنت كلها سمول فبتكتب كلها سمول، دوت رايت كلها سمول، كونسول دوت لوج كل الحروف سمول. اقول له this is my first page. اوكي، كنترول اس وروح اعمل ريفرش، طبع في الكونسول this is my first page. اوكي، طيب هطبع كمان حاجة في الكونسول، console.log my name is محمد. اوكي، control s واروح اعمل refresh، طبع this is my first page my name is محمد. يبقى عندي طريقتين للطباعة، وهما ممكن document.write او الكونسول.log.